زول مرة زوار الموقع سبور ناظور ومكتبوا كيفينهم زواروا عادين سلامي صحفي وتقني في موقع سبور ناظور فاتي دون الديرفيج مكتبوا قصح خوشي كوات بوكي دي سبوشي كمسرين وجوات شم موضع وايدين كيرا كيرا فينا تسمسرين التاريخ جاء كيفوة الفتح للبلاد ديني الأجواء الطقوس الجماهير كبري باكي دا ديني أتصم كمسرين من غيرات مش تواريخ أنه باكي هو لا الفتح لا الهلال أكيري باكي في المستوى إن كلا الفريقين باسم إلعاب زينا كاليتي إلعاب المارسن في شتاء الأقسام قسم الوطن الثاني قسم الأول قسم الهواة يعني إلعاب غاسم تجارب في ميدان كرة القدم وصالحة مش كإعلامي بطبيعة الحال نزوج باكي في أسمر في اجواء لجنة الروح الرياضيه جاءت عوض بنيت الموضوع لا جماهير الفتح ولا جماهير الهلال يبقى في الاخير ان كيبا وتا انت من غاش تنديك الشيء مارن مختار والموضوع وان شاء الله وني الافضل وني غير حل ونتمنى صراحه الجماهير تحج في كثره الى ملعب لمسانده الفريق لا من الناحيه الماديه لانه ان بيتي او الكيرا الملعب عبارة عن مدخول الفريق وبطبيعة الحال نتمنى تحجن بكثرة الجماهير باش تدعم الفريق ماديين ومعنويين وشكرا لكم جانا با فالدير دي مش بس المعرى انه تاس بديج مقبورة وحالك توقف مش على الرياضة في ذاق النظارة سنة عامة لان مشاكل تنقرة من يعني هو مشاكل مشتركة لين فتح ولا الهلال المشكل دعم المادي المشكل البنية التحتية المشكل المشكل النفسية مجموعة من المشاكل على مدرسة لا فرق الفتح ولا الهلال كثير رغم ذلك رغم المرض المشكلة في الغاشة الحساسية في النص في الغاشة التنفسية كثير يغيس أفضل جماهير جمهور نظاري من مرض كذا سدون من المرض بعد الفتح ولا بيه كما ذلك هذه الأزمان من أجل العرس الرياضي رغم الواقع يقصح نسوة التنسيس على عريضة من النظار لكن لما نشمي كثير من المرض الحساسية في النص المرض طبعا النص أو المنية تاريخية تبوء نهارة وها بالنسبة للدير بمشتوى المشكلة نحسب المعاناة المعاينة في فرق الفتح ولا الهلال يعرف عن الطوارئ في حول البطولة كاين يجب التقارب ما مقرر الدير بالمستوى كون نقولش الأفضلية يجي الفريق على حساب الفريق الآخر بدون تقارب ما مقرر بالمستوى صح باش نتكهل في المنهج وزعما شاء نكهل المباريات على حساب المعاناة لكن مش ممكن انه تسوى الروح الرياضيه ان شاء الله مر مكوي الى الفريقين ان شاء الله لاعبين الى كتب المسيره والشغل الذين يجمعون اخوي اكيد اللي غيرين مليح واللي غير مستوى مليح واللي غير يقدم مستوى افضل من في الانتقال واللي غير تكرر انه تسوى الروح الرياضيه ان شاء الله كلا الفريقين الفوز الهلالي افضل بطبيعه الحال وشكرا. كاين كاين مجهود باش نفوض الرسالة الإعلامية ولكن هذا الشيء القدع أن تشويق المقابلات تشان دير به فريق الهلال الرياضي المغرب المقابلة هي أكيد حتى ونتمنى أن تغلب على أن تغلب الروح الرياضية وأربح أتيسي ونيت إسلهجم ونيت يخدم المقابلة ديال المستوى ونتمنى يا سني الفريقين سنين تقدم نجم المستوى المستوى أضيع ذا الجمهور النظري مغلى وباش غادي يحضر الجمهور النظري نتمنى غادي يحضر الجمهور النظري تاتي في الشعب غادي يشجع حنين تعبيق النظر وغادي يستغل الفرصه باش الطلب المركب الرياضي اللي تدير في النظر ويوز يشكو موالو المقابلة تشي شعب في شوف حماس أكيد شيء في الروح الرياضية في محمد زريوع
ولكن الذكاء باش يصلح الفريق، لان ربدا باش يستفيد به النظر، الدربيه تقطع النظر انه ربدا يعني قريب الدربي تقطع في تحت الفريقين، تقطع في المدير مع اخوياك ولاعبين وكل لاعب يستعد للفريق يعني وين يكون الشيء ايجابي لان زين تطلق النظر يعني الشبابي يبدا عملي في عده مشاكل، مشاكل ماديه مشكل الفريق الاداري مشكل الداخل يود، ولكن الدربيه ايجابي لانه يجمع كم عند كل فريق على حدة لحن أشوف الإثنين هو الكل جل جل مقابلة عادي مقابلة كباقي المقابل ولكن الحقيقة بأن يجمع المكان الكبيرة مع العابن كيف هو الصورة تصبح يا رياضة المنطقة وهو مش يعني مستعد مشكل وهو من يرى يعني كيف يوليتان بس عاد والفريق إذا جمع لديكم من غير الفن ونتمنى الدربية وليتان اللي يريد يسمو الشيخ سبحان يعني حمل ترفيق النظر محل العذرين يخبط عن يحب الآن وفرق النظر ذلك الأول إلى أقل كثير العيا يسلو الترتيب والعيا قد يعمل متقى المسلبة يسلو تقل المسلبة الثامنة يسلو المطبة والسلطة من الدربية يعني يسرح الأخطاء الفريقين يعني ما حدا يريد غادي يعني تطبق المستوى المطلوب من الكره دوك وشكرا. اللي مشتاق من عند هذا النظر هذا يعتبر مقدر مهم للتوطاس وهو الديربي الى النظر بطريقه النظر الديربي وليتان بالاقتراح انه يستفيد بدور حميده يستفيد ولكن ولكن الذكاء باش يصلح الفريق لان ربدا باش يستفيد به النظر الدربيه تقطع النظر انه ربدا يعني قريب الدربي تقطع في تحت الفريقين تقطع في المدير مع اخوياك ولاعبين وكل لاعب يستعد للفريق يعني وين يكون الشيء ايجابي لان زين تطلق النظر يعني الشبابي يبدا عملي في عده مشاكل مشاكل ماديه مشكل الفريق الاداري مشكل الداخل يود ولكن الدربيه ايجابي لانه يجمع كم عند كل فريق على حدة لحن اشوف الاثنين هو الكل جل جل مقابلة عادي في مقابلة كباقي المقابل ولكن الحقيقة بأن يجمع المكان الكبيرة مع العابين كيف هو الصورة تصبح يا رياضة المنطقة وهو مش يعني مستعد مشكل وهو من يرى يعني كيف يوليتان بس عاد والفريق إذا جمع لديكم من غير الفن ونتمنى الدربية وليتان اللي يريد يسمو الشيخ سبحان يعني حمل ترفيق النظر محل العذرين يخبط عن يحب الآن وفرق النظر ذلك الأول إلى أقل كثير العيا يسلو الترتيب والعيا قد يعمل متقى المسلبة يسلو تقل المسلبة الثامنة يسلو المطبة والسلطة من الدربية يعني يسرح الأخطاء الفريقين يعني ما حدا يريد غادي يعني تطبق المستوى المطلوب من الكره دوك وشكرا. محمد زريوح نهاية الأسبوع جاء هنا النظر لقاء الدربي باش نسبق أن لقاء الدربي دائما تلين يعني مدية جارة مهما كانت الظروف كلا الفريقين فما نتمنى أنه اللقاء اليوم بين جو أخوي وتيرو يعني نستعد في الملعب حتى خارج الملعب ونتمنى توفيق كل الفريقين ونتيجة أي سنين كلا الفريقين يعني اعتبر أنه المقابلة بما تلقى حقيقة كلا الفريقين في سنين وبالنسبة لي موفقة فأعتقد أن اللقاء غالبا مش تكمل التعادل. شكرا.